بس اقول لك يعني اكو ترهل بالرتم اكو يعني بشرفك فريق احنا قبل يا دوب نشوف لنا واحد هذه ولذلك انا اتسلسل معك بالاسئله هذه خطا شوف انا اعتب على اللي عاده وتشكيل الجيش وضعوا قانون الخدمه والتقاعد العسكري رقم 3 لسنه 2010 هذا القانون بيه ثلاث مواد هي اللي خلت الرتب يصير هالشكل. المادة الأولى أنه صلاحية القائد العام هو اللي يرفع وهو اللي يقيل وهو اللي يعيد وهو الكذا. المفروض القائد العام أيضا يكون مسؤول أنه يحد من هذا الترهل. هاي وحدة. وأنا شفت فقط بدور حقيقة بزمن حيدر العبادي رفع فقط 8 فرقاء خلال 4 سنين اللي هي 8 جداول حقيقة ما قبل أبد. ترفعوا في زمن حيدر العبادي فقط 8 فريق 8 جداول يعني بمعدل واحد بكل جدول. شوف أي. المادة الثانية يقول يجوز مادة 13 أولا شوف يقول يجوز إحالة الضابط من كان برتبة عميد فما فوق إلى التقاعد برتبة أعلى إذا كان مستوفيا للشروط ولم يحصل على منصب شاغر بالملاك. فش سووا يعني هسه انت لواء يقول لك انا ما حصلت منصب ملاك فريق رفعني وطلعني تقاعد يسموه ترقية وتقاعد. يعني احنا بهذا الجدول الفات مال 6 كانون ترفعوا 22 واحد بس تسمح لي. عندنا مادة اخرى اسمها 16 ثانيا مادة ما ادري منين جايبينها المادة ترفع على يسموه 16 ثانيا يعني تجيب اي لواء حتى اذا ما صار له شهر تقدر تسوي فريق على 16 ثانيا ايضا هاي زيدت من العدد. وبالتالي انت لو تشوف عدد الفرقاء بعد 2003 بقد الفرقاء من تاسس الجيش لحد 2003 6-7 مرات بينما الدول الاخرى ما بيها ابو يعني شوف هسه هاي سوريا انت فريق لو فريق اول منو انت انا فريق ركن فريق اي كنت فريق ركن انت من 2003 لواء لواء بال 2001 مو 2003 من 2001 وترفعت بال 2015 فريق بقيت 14 يعني سنة. انت 24 سنة 14 سنة يلا صرت فريق لا هسه من السقوط اللي جاي 24 سنة لا لا مو انت احسب انا ترفعت بال 2001 اي ترفعت فريق رفعني العبادي الله أي. ان شاء الله يوفقه ويستر علي على 16 ثانيا لان ملاك قائد العمليات لواء فلازم يرفعك على 16 ثانيا تصير فريق رجل تثمين الجهودي بالمعركه والحرب والكذا رفعني فريق فصرت فريق بال 2015 بس انا يعني قديم فريق عندنا بالجيش العراقي والله هواي احنا هسه بركه هسه حاليا الموجودين فوق ال 30 اللي هسه بالخدمه هسه بالخدمه هسه بالوزاره فوق ال 30 يمكن 38 واحد 38 زين طلعوا ترقيه وتقاعد يمكن اقول لك فد 100 خلال هاي الفتره اللي يعني هذا اللي اغراض العلاوه والترفيع هو المفروض السياق مال قبل يرفعوه براتب الرتبة الأعلى يعني بس ميشد رتبة ميشد راتب الرتبة الأعلى هذا معروف أنت تدري هو شوف راح أقول لك موضوع جوهري الترقية جوازية وليست وجوبية جوازية. يجوز هي ما بها يجب ولهذا القائد العام يقدر ما يرفع أبد إحنا بوقتنا راح أقول لك أي. إحنا بوقتنا ترفعوا فقط 11 فريق بل سنتين ونص هم الكاظم الرجل ما رفع حتى كان المستحق ما يرفعه زين